أحدهم اتصل علي قال يا شيخ أنا خايف بكرة يحققون معي ويمكن يقتلوني ويمكن. قلت خايف ممن؟ قال مديرنا يا شيخ سراني ونظامي وأنا أخطأت والله ضاقت الأرض. ضاقت الأرض وربك معك، أنت الآن في الثلث الأخير من الليل وقد تنزل نزولا يليق بجلاله. يا أخي هذه قلة حياة، معك رب نازل يقول هل من سائل فأعطيه، وقاعد تدق على شيخ يا أخي أنا وش أسوي له؟ لو تبي سلف 5 ريال يمكن ما أعطيك، لكن هذا يعطيك الفرج من كل طريق. قال ماذا أصنع؟ قلت الوضوء. عندك ماء؟ فضحك قالوا يا أحد ما عنده ماء يا شيخ. قلت توضى يا أخي الحبيب وكبر وصل ونم بعدها، فوض أمرك إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. واسأله وأنت مضطر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروح بكرة أقسم بالله مع طلوع الفجر يتبدد ظلام مشكلتك. دق بعد الظهر قال والله إن المدير يتلاطف معي ويقول والله إني أظني خوفتك فزعتك، هذه ترقية وخلك مدير مكتبي. ما شاء الله صرت جنب الخزان، يعني صرت جنب الموية. أول كان يخشى أن يقطع رزقه فصار جنب صاحب قرار، والقرار بيد الله. ما نقول القصة دي عشان ما نحتاج قصص حتى نؤمن أن الله يفرج الكرب. إذا من آثار اليأس والقنوط تكذيب لله، ولذلك قال بعض أهل العلم إن اليأس من رحمة الله من باب التكذيب بربوبية الله. مكذب، هذا رب، الرب يرحم من يربيهم ولا لا؟ الأم ليه أم حبيبي؟ يقولون مرب ربة منزل، مربية، أمي حلوة اللبن، قرة عيني، أمي لو ضربتني ما ألذ من ضربها، لو شتمتني ما، ولذلك لو شتمتك أمك ما تروح تقول للناس أهانتني أمي، أكرمتني أمي يوم أن شتمتني. جميل، هذا رحمتها، هذا ربك، وهو رب العالمين، هذا الذي ما بنا من نعمة إلا منه. أمي أخرجتني من رحمها إلى الدنيا وربي يخرجني من النار إلى الجنة، أحبه. ولذلك من أحب الله والله ما ييأس، أنا أحبه. عموما أعود فأقول إذا أحببنا الإنسان قبلنا منه كل آلام وكل شتم. ها أحبك يا أخي، ولذلك إذا أحببتك افعل ما شاء. أنت تحب الله؟ طيب أنت عبده وهو ربك، أنت عبد وهو معبود، يا أخي استسلم له وتلذذ بأخذه. ولذلك الرضا في قلب المأخوذ منه. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والله أحبابي صلاتنا قيامنا تلاوتنا حجنا عمرتنا لربما لا تقودنا إلى جنان ربنا، إنما الصبر على الآلام ونحن نحب الرحمن تبلغنا أعالي الجنان.